فقال: يا عبد الله، ما اسمك؟ يا عبد الله، انظر الخطاب، قال: يا عبد الله ما اسمك؟ ولا يدري ما اسم هذا الرجل، لكن يريد أن يعرف هل هو ذاك الاسم الذي سمع. لكن تأمل هنا قوله: يا عبد الله. جرت عادة كثير منا إذا أراد أن ينادي شخصا لا يعرفه أو لا يعرف اسمه، يريد منه شيئا أو يطلب شيئا أو يوجهه إلى شيء، يقول: يا محمد. وهذا خطأ، وهذا خطأ، لأن الناس كلهم عبيد لله، كلهم عبيد لله، فمن لا يعرف اسمه ينادى بهذا الخطاب: يا عبد الله، يا عبد الله. لكن يا محمد قد لا يكون كذلك، قد لا يكون كذلك. فهذا خطاب يعني أحسن ما يكون في هذا المقام، بدل أن يقال يا محمد يقال يا عبد الله.